ازاي تعلم نفسك انجليش بنفسك؟ ايه الخطوات اللي لازم تاخدها عشان تبدا تخطيط تعليم الانجليش لنفسك؟ تكتب جمله كبيره كده قدامك في ورقه قدام عينك وتقول انت عاوز تتعلم انجليش ليه؟ عاوز تتعلم انجليش عشان المدرسه، عشان الكليه، علشان تعرف عامه تتكلم انجليش، عشان البيزنس، عشان ايه؟ يعني لازم تقول انت عاوز تتعلم انجليش ليه وايه الحاجه اللي انت عاوز تتعلمها في الانجليش. Choose the teaching method، يعني اختار طريقة التدريس اللي انت بتحبها. عاوز تتعلم طريقة التدريس عن طريق الصور او الافلام او الاغاني، ولا حابب تتعلم عن طريق القراءة، او حابب تتعلم عن طريق تيتشر تعلمك، او حابب تتعلم ان انت تكلم شخص. ايه الطريقة اللي انت شايفها تبقى كويسة ليك؟ وحابب تتعلم اونلاين، او معاك مثلا فلوس تروح كورس تتعلم برا، او حاليا مثلا مش ممكن مش عاوز تدفع حاجة، عاوز تتعلم اونلاين فور فري، ايه الحاجة اللي انت عاوز تعمل؟ مهمة جدا، انت لازم تلتزم باي حاجة انت هتقولها. لازم تعليم الانجليش مش بس انا عاوز اتعلم انجليش وخلاص واسيبه الانجليش هيعلم نفسه بنفسه. لازم تكون ملتزم ان انت عاوز تتعلم انجليش، ودي اهم حاجة، الالتزام في تعليم الانجليش. مثلا عندي مثلا نص ساعة بس في اليوم دي المتاحة، او عندي ربع ساعة، فانت تتعلم انت الربع ساعة ديت بس للانجليش كل يوم. حاول تمشي على الربع ساعة ديت. انا من رايي تشوف كده اسبوع كده تجريبي، تمشي في اسبوع وتشوف الربع ساعه مثلا الصبح او بالليل، ايه الربع ساعه مناسبه معاك. لو ظبطت معاك الصبح او ظبطت معاك بالليل خلاص، يبقى انت تثبتها بعد كده ان انت تتعلم الصبح او بالليل بالانجلش. خد اسبوع تجريبي ان انت تتعلم فيه ازاي تظبط وقتك في تعليم الانجلش. لو انت عاوز تتكلم انجلش، if you want to learn to speak، لازم تتعلم بقى تسمع انجلش كتير. يعني حاول تروح بقى الحتة اللي فيها انجلش، سواء افلام او اغاني. لو انت بتحب القراءة تشوف بقى ناحية القراءة، او لو انت بتحب مثلا تسمع التوك شو زي مثلا زي المقابلات، تحاول بقى تتفرج عليها بالانجلش. وفي طريقة تانية ان انت تشوف حد برضو حابب يتعلم انجلش وتاخده كده معاك في الطريق وهو بيتعلم معاك، وانتوا مع بعض تعلموا بعض. عشان تعمل اساس في الانجليش لازم يكون معاك تواصل في الانجليش يوميا، والتواصل دوت عن اي طريق، عن طريق لو زي ما قلت الاغاني او الافلام او اي حاجه، بس تكون ودنك متعوده تسمع انجليش كل يوم. الطريقه الحلوه والمميزه والفن المرحه اللي انت تتعلم بيها انجليش في اول مره، انت تبتدي تتفرج على افلام انجليش كتير. اتفرجت على فيلم انجليش قبل كده وتعرف بقى الترجمه بتاعته، عارف قصته، تتفرج عليه تاني بس من غير ما يكون في اي ترجمه. هتبقى طريقه حلوه اللي انت عارف اوريدي القصه، وابتدي بقى اسمع وارمي ودنك مع الكلام اللي بيتقال. Immerse yourself in English، يعني توغل كده في الانجليش. لما تسمع محادثات بالانجليش يوميا او دايما بطريقه منتظمه، انت ساعتها بتحدد مستواك او بتنمي مستواك في الانجليش بطرق مختلفه. انت ممكن تسمع المحادثات بالانجليش، محادثه قصيره جدا في الانجليش لمده دقيقه او دقيقتين، قلت تدخل على اي موقع من المواقع الاونلاين اللي هي فيها الناس بيتعلموا انجليش مع بعض وتتكلم for real English مع ناس، هتبقى حاجة حلوة جدا. انا برشح في مواقع حاليا ظهرت جديدة اسمها Clubhouse كويس طبعا للإنجليش. اما تيجي تدخل عليه اعمل practice English هتلاقي ناس كتير بتتكلم في الإنجليش. ابسط حاجة عشان تعود نفسك لانت تتعلم إنجليش ان انت تكون متحفز من جوه لانت فعلا عاوز إنجليش، ما تكونش عاوز تتعلم إنجليش غصبا عنك. لازم من جواك فعلا انت متحفز ومتحمس ان انت عاوز تتعلم إنجليش، ولازم تحمس نفسك. وحاول تكتب جمل على الموبايل، على الحيطة، في ورقة طبعا على الحيطة، حاجات تحفز نفسك انت تتعلم إنجليش، وتكون متأكد ان انت الإنجليش دوت هتعلمه كل يوم وحتى لو وقت صغير.